فليكفوا عن التدخل في شؤوننا، لم نتدخل في شؤونهم، وليكفوا أيضا عن هذه البعثات التي قيل أنها جاءت لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار وتحت الوصاية تتفقدنا. سنبعث أيضا إنشاء بعثات للقيام بعمليات مماثلة في كل هذه الدول التي تأتينا وكأنها هي السيد ونحن العبيد، أو كأننا ما زلنا تحت الاستعمار. بعد ذلك يتحدثون عن مأساة إخوتنا الليبيين وعن الأعصار والوضع في ليبيا، أعصار دانيال. ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية دانيال؟ اختاروا دانيال. من هو؟ من هو؟ هو نبي عبري، اللي تم الاختيار بطبيعة الحال من قبل الجهات التي تختار الأسماء، وهذا الأعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه. ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال؟ هذه قضية أخرى، لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبا في ضرب العقل والتفكير في حالة غيبوبة فكرية تماما. من أبراهام إلى دانيال واضحة جداً.